الذكاء الصنعي يكاد يكون بكل شيء من حولنا، وأصبحنا مطالبين كل يوم أن نثبت لروبوتات أننا بشر ولسنا روبوتات مثلها. والتطور وصل أن شركة جوجل نشرت ورقة بحثية بالعام الماضي أنها بدأت باستخدام روبوتات لتصميم شرائح المعالجات الجديدة، يعني كمبيوتر رح يصمم كمبيوتر، أو بعبارة أخرى الذكاء الصنعي رح يساعد الذكاء الطبيعي أنه يطور الذكاء الصنعي أكثر. بس قبل ما نفوت بهالدوامة خلونا نتعرف أكثر على شو هو الذكاء الصنعي وكيف بلش، وتعالوا نضع هذه النقط على بلورتنا لنسأل كيف وليش. مرحبا، معكم عمر وهي بلورة وألم. معظمنا اليوم بيستخدم مساعد افتراضي ذكي، ولكن أمنية وجود مساعد افتراضي معنا على الدوام بيرشدنا بالأمور اللي بنجهلها وبنسأله عن أحوال الطقس وإذا نروح من هالطريق أو هالطريق، أمر ليس بجديد على البشرية. فالبشر ومنذ القدم كانوا مهووسين بابتكار واختراع مجسمات وأصنام تمتلك المعرفة وترشد الإنسان بقراراته اليومية. ولكن قبل ما نحكي عن الذكاء الصنعي، دعونا نوصف الذكاء الطبيعي. العالم من حولنا بيحتوي على معلومات، ونحن نمتلك حواس تستقبل المعلومات من الوسط المحيط، والحواس تحول هالمعلومات لإشارات بيفهمها الدماغ وبيتعلم منها، والدماغ بعدين قادر يستخدم هالمعلومات ليتخذ قرارات، والجسم بعدين بيحول هالقرارات لأفعال. هذا بمجموعه بشكل الذكاء يلي بيميزنا ويلي حاول البشر على طول إنه يكرروه ويستنسخوه. ولما كان مفهوم الوعي والإدراك مرتبط بالحياة، أي غير من الممكن لجماد أنه يمتلك الوعي والإدراك، أو هيك كان يظن الإنسان على الأقل، انصرف العمل على الجانب الميكانيكي بمعزل عن الإدراك. وأقدم ذكر لآلة بتشبه الإنسان وبتتحرك مثله إجت من الصين قبل حوالي 3000 سنة، وكان نتيجة هالمجسم هو إعدام صاحبه يان شي على الفور. واستمر تطور الآلات وصولاً إلى ساعة الجزري قبل حوالي 800 سنة، هي الساعة اللي احتوت على مجسم بشري بدق الساعة بنفسه. ثم تطور استخدام الآلات الميكانيكية من مجرد حساب الوقت لإجراء عمليات حسابية على يد الفرنسي باسكال. ولكن عودة الاهتمام بالجانب المعرفي ويلي تم إهماله على مدى 5000 سنة أتى على يد أيدا لوفليس، ويلي تعد أول من كتب برمجية كمبيوتر قبل 200 سنة. البرمجية اللي كتبتها كان يلي بيميزها أنه انتقلت من مجرد إجراء عمليات حسابية لإجراء عمليات تحليلية معقدة، ويلي فتحت آفاق جديدة بهالمجال. ولكن فتوحات الذكاء الاصطناعي حقيقة أتت على يد العالم البريطاني آلان تورينج بعد الحرب العالمية الثانية، ويلي اقترح وجود آلة تتعلم وبتصير ذكية. وهالشي فجر العمل بهالمجال خلال العقدين القادمات ليزدهر مجال الذكاء الاصطناعي أكثر وأكثر، وساعد على هالشي اختراع الكمبيوترات وتطورها. لكن للأسف هالشي اصطدم بشتاء الـ AI أو شتاء الذكاء الاصطناعي بفترة السبعينات والثمانينات. وهالشي سببه يمكن أنه الذكاء الاصطناعي مثل أي شيء بيمر بمنحنى التوقعات تبع غارتنر، يلي بيقول أنه أي شيء بمرحلة من مراحل ابتكاره بتصير التوقعات منه أكبر بكتير من الشيء اللي بيقدر يقدمه. ولكن بدأ الازدهار يعود في فترة التسعينات، وتوج هالشي ظهور ديب بلو من IBM، ويلي استطاع التغلب على بطل العالم بالشطرنج كاسباروف. هالشي أعاد الشعبية للذكاء الاصطناعي بمختلف الأوساط. ومن الجدير بالذكر أنه العالم شانن كان طرح ورقة بحثية ببداية الستينات عن احتمالية وجود آلة تلعب الشطرنج وتتغلب على الإنسان، ولكن هالشي أخذ أكثر من 35 سنة حتى تطورت التكنولوجيا واستطاعت تحقيق هالشي. واستمر العلم يخطو خطوات حثيثة حتى العام 2017، لما تمكن روبوت ألفا جو من شركة جوجل أنه يهزم بطل العالم بلعبة جو الشهيرة، ويلي تعد الاحتمالات فيها شبه لا نهائية مقارنة بالشطرنج. والشي اللي بيميز هالروبوت أنه علم حاله بحاله كيفية لعب هاللعبة. الذكاء الصنعي ومثل ما رح نشوف هو عبارة عن إجراء عمليات حسابية بسرعة كبيرة كتير. كل عملية حسابية بتحتاج بضعة موصلات أو بوابات إلكترونية أو ترانزيسترز، والقفزة اللي حققها الذكاء الاصطناعي يعود فضلها للقفزة بالتكنولوجيا. فبسنة 1965 المهندس جوردن مور توقع أنه أعداد الترانزيسترز اللي بنقدر نحطها على شريحة مدمجة واحدة رح يتضاعف كل حوالي سنتين. هذا القانون صار يعرف بقانون مور أو مورز لو. وفعلا مثل ما توقع مور، أعداد الترانزيسترز ضاعفت كل سنتين خلال 50 سنة القادمة، واليوم صرنا قادرين نحط أكثر من 50 مليار ترانزيستر على شريحة واحدة.
وخلال الأربع سنوات القادمة رح يوصل هذا العدد لأكثر من 100 مليار ترانزستور على شريحة مدمجة واحدة. اليوم كل واحد من هالترانزستورز بينصنع بتقنية النانوميتر، تحديداً حجم الترانزستور اليوم عم يكون 5 نانوميتر، وخلال الأربع سنين القادمة متنبأ أنه يوصل بتقنية 2 نانوميتر، يعني 0.8 صفار متبوعة بواحد من المتر، وهذا الحجم صغير جداً بحيث لا يتجاوز قطرة DNA بخلايا الإنسان. هالشي مو بس خلى قدرة الحوسبة تزيد مع الزمن، وإنما حجم الكمبيوترات يصير أصغر، والكمبيوتر اللي كان يشغل بناية كبيرة قبل 20 سنة اليوم نقدر نحطه بكف الإيد. ومع تقدم التكنولوجيا هاد صرنا قادرين نبني نموذج مشابه للذكاء الطبيعي، فالحواس استبدلناها بحساسات ومستقبلات، والإشارات استبدلناها بترميزات بتفهمها الآلة، والأعضاء استبدلناها بآلات متخصصة، وأخيراً النماذج العقلية قدرنا نبني نماذج مشابهة إلها معروفة بنماذج التعلم الآلي أو Machine Learning. هاي النماذج رح تستخدمها الآلة لتتعلم وتتخذ قرارات، وهذا كله بمجموعه صار بيكون الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي حقل كبير بضم كل يلي حكينا عنه سابقا، وهو ما أصبح معروف اليوم بالـ AI أو الـ Artificial Intelligence. جزء محدد من الـ AI هو التعلم الآلي أو الـ Machine Learning يلي بيختص ببناء هاي النماذج للتعلم الآلي، وجزء من المشين ليرنينج اسمه الديب ليرنينج أو التعلم المتعمق واللي راح نحكي عنه بعد شوي. فالتعلم الآلي أو المشين ليرنينج هو مختص حقيقة فقط ببناء النماذج يلي بتساعد الآلي على التعلم، أما استخدام هالنماذج لبناء استدلالات واستنتاجات فهو مسؤولية الذكاء الصناعي عامة. والتعلم الآلي مثل ما راح تسمعوا في له قسمين أساسيين. الأول هو supervised، أي يعمل تحت الإشراف، طبعاً إشراف من الإنسان. والقسم الثاني هو unsupervised، وهذا القسم لا يحتاج إشراف. ولتبسيط الفرق بيناتهم خلينا نعطي مثال. بالsupervised أنا محتاج أقول للآلة إنه هاي الوردة لونها أحمر وهاي الوردة لونها برتقالي حتى تقدر بعدين هي تتنبأ بهالشي. أما بالunsupervised فنحن فقط بنعطيها الصور بدون ما نقلها عن الأسماء، وهي رح تقسم الصور بس ما رح تعرف تسميهم. يعني بعبارة أخرى رح تحط الصور تبع الشمس لحال والصور تبع الشجرة لحال والصور تبع الوردة لحال، بس هي ما رح تعرف إنه هي شمس وهي وردة وهي شجرة. وهيك بنكون حكينا عن تاريخ الذكاء الاصطناعي وتبلورت الفكرة أكتر. وإذا عجبكم الفيديو يا ريت تضغطوا على سبسكرايب بالقناة، تابعوا الفيديو القادم يلي رح نحكي فيه عن كيف بيعمل الذكاء الاصطناعي ومستقبله وكيف بنحل المعضلة الأخلاقية فيه، والسؤال الأهم بالذكاء الاصطناعي اللي هو هل بنقدر نعبر عن الصح والغلط بمعادلة رياضية نعلمها للآلة أو لا؟